لم تلغي ظروف الحرب القاسية رغبة السوريين وإصرارهم على عيش رمضان الذي اعتادوا عليه. يفرض الطقس المقدس نفسه على الصائمين وغير الصائمين، فيحاول السوري بالقدر الذي تسمح به الحال أن يحافظ على أجواء رمضان المعتادة. أصناف طعام محددة وتشكيلات موائد متشابهة يصر الكثير من الناس على توفيرها لأسرهم في رمضان. تعج الأسواق بالمرة وتحتل الرأس والوجدان أصوات أغاني وأناشيد يحب السوريون سماعها كل رمضان. في الغربة يفعل الحنين فعله، فيجد السوري البعيد عن مدينته نفسه في مكان يحاول المحيطون به جعله مشابها للوطن. التشابه المفتعل يخلقه في الغربة الأصحاب وبائعو المحلات السوريين، فتتقلص المسافات الشاسعة بين الأصلي والبديل الذي ينقصه صوت مؤذن لطالما اعتاد ابن البلد على سماعه وأنصت له جيدا قبل أن تغيب الشمس، ليغرق بعدها فيما تجود به مائدة رمضان. لا يلغي الجهد المبذول أن السوريون يعانون من رمضان صعب، وينتظرون مثل كل المسلمين في شرق الأرض وغربها أجواء رمضانية أكثر سلاماً واطمئناناً.